عليكم السلام. وأخيرا وليس أخيرا. صفا، مزك مين؟ شنو قلتي؟ مزك مين؟ لاباس؟ من زاك مين؟ الحمد لله لاباس؟ الحمد لله. وانتي؟ الحمد لله. معك نور الهدى من أكادير. نور الهدى أكادير. من زاك مين عمرك؟ عندي 23 سنة. أيه، من زاك مين بغيتي ديري التيست؟ بغيت نديرو ياسين. ياسين. اياش اش مدينة هو من زاك مي عمرو حتى هو؟ عندي 30 سنة. وفين هو؟ منين؟ توا اكادير. لا، من بنجليش. من زاك مي انت وياه مع بعضياتكم؟ تقريبا عامين هادي. ما شاء الله. يعني ومن زاك مي العلاقة اللي بينك لنا منه؟ منك ومنه؟ معاك امتى؟ السيمانة اللي فاتت اها، قلت لك المشكل اللي كان عندنا. لا ما عقلتش اختي. انا علاش تشلي صون عليا البارح؟ ان سيدي دارنا ما موافقينش وما باغينش هاد العلاقة. واش انت اللي باك استاذ جامعي؟ انا باغي استاذ جامعي. ها هي جات لعندكم. كنتي في اللايف ياك؟ كانت في اللايف. ها هي بقيتي كتقول لي صوني عليها، هي جات برجليها. راه قلت لهم راه غادي يكون ناعس، نتوما الاساتذه باباتكم كينعسوا بكري. اللي ما عارفينش يا اخوان، دومي كلير موح عليك حتى يخرجوا عينيك. نور الهدى باها من الناس الهاي، وبجي يخطب فيها واحد السيد من الناس اللي مبتدئين في الحياه، وقال لها باها خص شي واحد يجي من نفس المقام. يعني فهمتوا كيفاش؟ اري نعاود نمو نتصلو بيه نشوفو واش غادي يشد. من زاك مين؟ 06 0. اي سعود. اها 37. يلا ما تهضريش تقولها لك. اوكي ربي جابو الدياسين، يعني شحال من واحد باغي هاد المكالمة هادي. جو والله إلا جاوب حيت غدا السبت مخداميش. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سيدي ياسين، مساء النور والسرور، كيف الحال؟ لاباس عليك؟ سياسين كتسمعني ولا لا؟ انا دابا كنسمع مزيان. اوكي تحياتي لك سياسين، كيف الحال؟ كل شيء على خير الحمد لله. الله الله يطول لنا عمرك، نهار كبير هذا، نتمنى وما نكونوش اتصلنا بك في شي وقت غير لائق. الله يكبر، ماشي مشكل. الله يكبر بك، ياك ما بلا فيقنا، ياك ما فيقناك من الناس. يلا كثر الناس. جميل جدا، خليوك الناس بعد على واحد الخبيره تخليك فرحان واحد شويه. مرحبا. الله يطول لي عمرك. هذا الرقم لقيتي، هذا الرقم لقيتي متصل بك بعدا من قبل؟ أيه اتصلنا بك وما جاوبتيناش. معنا السياسيين من بن قرير، السن ديالك 30 سنة. 31 سنة. 31 سنة، طول العمر بحال 30 بحال 31، الله يصغر الصحة والسلامة. قول لي السياسيين، قبل ما نقدم لك راسي عندي لك واحد السؤال، واش كتصنت شو للراديو ولا لا؟ أنا كنت مدمن للإذاعة شحال هادي صراحة، سنوات هادي تقريبا من ما مش 3 سنين ل 4 سنين الاخرين. جميل جدا، دونك نقدم لك راسي، معك مصطفى طالونيش، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا معنا على المباشر في الراديو على اثير يونا موجة 96.4. فيت لك سامع بهذا البرنامج؟ فيت تصادفتي معاه شي مره ولا والو؟ لا كنت كنصنت مصطفى الهرده. الهرده، مرحبا واهلا بك، هذاك عزيز علينا كاملين تبارك الرحمن والصديق ديالنا. دونك السياسيين ندخلوا في الموضوع، علاش اتصلنا بك؟ جانا اتصال من عند واحد الانسه كذلك من بن قرير، اتصلت البرنامج ديالنا، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بيك. قالت لنا بلي انت وياها كتجمعكم علاقه حب، يلا تعرفتوا في هاد السنه هادي، بغات دير لك واحد الاهداء، وكذلك في نفس الوقت عندها شي ظرف في حقك بغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. السياسيين انا ندوزها لك، مستعد تكلم معاها؟ مرحبا. بلا شك كنظن راك عرفتي شكون. لا الصراحه ما عرفتش. يلا حاول تفكر مزيان السياسيين قبل ما ندوزها لك.
يعني شكون هذا الانسان اللي متوقع متصل على قبلك والله يطلع عليك لا فاعل لذكر النسب غير الاسم الاول يكفي. دابا راه استاذ راه خصني نهضر معاه باللغه العربيه من اول لها لها. صديقة واش هذا كاين العمال كاين اصدقاء ديال العمال هذه قالت لنا باللي هذه انا غادي نوضح لك وانت غتفهم اوكي. هذه انت ما قادرش تصارحها ولا قالت لنا خجول كتحشم هي حاسه بهذا الشيء وهي كذلك مفهوم. ولكن ان شاء الله هذه المكالمه غادي نحيدو ربما تكون هي ما قادرش تصارحني ولا شي حاجه. انا ما شكون متوقع السياسي ما نقدرش نصارح انا ما كاينش انسان اللي ما نقدرش نصارح. دونك الا كانت عندك شي حاجه غادي تخرج ليها ديريكت تخرج ديريكت انا براف حاجزي المشاعر اللي كنعبر عليها. جميل جدا. دونك شكون متوقع السياسي متصل بينا؟ ما عرفتش بالضبط شكون غيتصل لانه عندها حريه تتصل اللي بغا يتصل. لا ولكن شكون هي هذه البنت اللي انت متوقعها تتصل على قبلك؟ بنت المقعد تتصل وي. انا قلت البنت اللي كنبغي نقدر نقول لك البنت اللي متوقع تتصل. يعني عندك انت شي بنت كتبغيها؟ بطبيعة الحال عندي. شنو الاسم ديالها؟ شنو الاسم هو اللي غادي يبين واش هي اللي متصله ولا لا؟ كتبغيني كتعرف كل شيء. هذه غتكون هي نور الروضه. يعني شكون الاسم ديالها؟ نشوفوا ياك ما هي اللي متصله. البنت اللي كنبغيها وكتبغيني هي راه وي نور الروضه. نور الروضه نور الروضه. خليك معايا نشوف السيستم. لا ماشي نور الروضه اللي متصله بينا السي ياسين. قلت لك انا اسمي قلت لك خويا سميتك معاك مصطفى مهيريزا. قلت لي طالع انا قلت لك البنت اللي كنبغي واللي كتبغيني ما قلتش لك البنت اللي اتصلت بيا انا لا دابا حنا كنا زعما باش نشوف واش هي اللي متصله لقيناها ماشي هي فهمتي. المهم انا قلت انا الجواب ديالي قلت لك البنت اللي كنبغي ماشي قلت لك البنت اللي غتتصل. حيت راه ممكن صديقه في العمل ولا زميله في العمل يتصلوا انا كنقول البنت اللي كنبغي. ولكن هذه البنت اللي متصله بينا قالت لنا هي كتحس بالحب. بالحب شنو الحب كتحس بيه؟ كتحس بالحب من جهتك هادشي اللي قالت. ودابا الى اسمها انا قلت انا كنقول لك البنت اللي كنبغي وكتبغيني لحظات ما شي وحده عندها شي احاسيس وجاني مباشره ماشي الحب. الو السلام عليكم الانسه مساء الخير. اهلا وسهلا. شنو قالت لي بالكلمه ماني زكين كمي باش الحال شنو الكلمه اللي تقولها؟ كنت انا زك مين سياسيا ما زك مين انت شلحيت؟ اوكي اوه شات الحيط هضري معاه ايه هضري. الو السلام عليكم. السلام استاذ ياسين صباح دير بخير لاباس عليك؟ الحمد لله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكون هو هادي؟ شوف انت مغرب والله صوتك ما غاديش يخفى عليا راه تعرفيش انا انت ما كتفرجش على التيك توك ولا في الانستغرام ولا حتى حاجه. شوف بينا من الراديو للتيك توك. لا صوتك ما غاديش يخفى عليا لا كتهضر النهار والليل و مش عاد لينا عام ونص دابا. تبارك الله عليك ما عندي ما تشارك. الله يبارك فيك ومفاجأة زوينة هادي ياك عجبتك المفاجأة. واخا غير من الناس هذه المرة الثانية اللي دابا ياك المرة الثانية هادي الو بغيت نقول لك واحد الحاجة. مرحبا قولي. انه ماما دابا راه كتفرج في اللايف. بس تحياتي خالتي ايه لا والله ما عرفت. بغيت نوصل لها كلمات. شنو سميت الام ديالك؟ استاذه هند. تا هي استاذه. استاذه هند تحياتي ليك الشرف لينا انك بعدا انت غادي تكوني كتابعي البرنامج ديالنا. اللي غادي ننصحك كشاب البنت ديالك الا بغات هاد السيد هذا حاولي ما تحرميهمش من بعضياتهم. علاش؟ حيت السيد يلاه بادي في الحياه انت قلتي لها وربما حتى يكون شي واحد في لا ميم نيفو ديالكم
تبدا من الزيرو غادي، وربما الا سولناك حتى انت غتكون بديتي مع الزوج ديالك دقه دقه وربي كيسهل. دونك الا كانوا بغاو بعضياتهم وكان انسان معقول وصالح ليها وغادي يتهلا فيها وغادي يديرها في عينيه، فهذا يكفي فهمتي، وشويه بشويه ربي غيسهل عليهم، ما كاينلاش تحرموا من بعضياتهم، وخير الكلام ما قل ودل. ونتمنوا لهم التوفيق، وكاع الناس اللي معنا في البيت يدعوا لهاد الجوج هادو بالتوفيق ان شاء الله، ويعرضوا لينا العرس ديالهم. امين يا رب. المهم بقى الهضره في قلت المشكل اللي قبل، انا ما اييه هادشي اللي المشكل اللي كاين انا والعائله راس ديالي فعلا. مادام شاريها وكيبغيها ما تحرميهمش من هاد حيت وربما تقدر تجيب لها كاع شي انسان كما قلتي، وما غاديش ترتاح معاه وما غاديش تبغيه وما غاديش ما غاديش تحس معاه بالحياه، هي باغا هاد السيد هو باغيها. الله يسعدهم شويه بشويه، راه الحياه تشوف حتى شي واحد ما كيبدا من الفوق، كلشي كيبدا من التحت، وربي ملي كيكون الانسان قلبه زوين راه كيسهل. ماشي اسمع لي قاطعت، ماشي غير الرفض بوحدو، كاين الرفض وكاين مع كاين مع التهديد بزاف ديال الحوايج باش تفرق مع الانسان، ومع ذلك انا بيت ما تنتفقش معاهم. تهديد كله ويديروا اللي بغاو يديروا معاهم. لا ماشي بهذه الطريقه هذه فهمتي، حاول هذه الطريقه كاع ما تهضرش بها حيت هذوك راه كيبقاو الوالدين ديالها، وانما تبرها ليهم غير برهان على ان بنت ديالهم، حيت شوف راه في اخر المطاف كيبقاو الوالدين ديالها، والوالدين ديالها جميع الوالدين غادي يبغيو ان فقط بحال مثلا دابا نور الهدى غادي يبغيو غير يشوفوها فرحانه ومرتاحه، دونك هما كون ما كانوش كيبغيوها كون ما كانوش كيبغيوها ما غاديش يديروا عليها هادشي فهمتي، دونك راه بنتهم من حقهم. الوالدين ما حاولوا لا يتعرفوا عليا، ما حاولوش يديروا ليا. ايوا هادشي كنقول لك، حاول حاول تبرهن ليهم على انك انت هاد الانسانه غتهلا فيها وغتعيشها مزيان، غير بلاتي هي احسن، حيت الضد وهاد الهضره هادي ما غتوصل حتى شي نتيجه فهمتي، حيت غادي يقولوا هاد السيد هذا وحنا والديها وكيقول لنا هاد الهضره من دابا. انا ما كنهددش، هما اللي كانوا كيهدوني بزاف ديال الحوايج، انا كنهدد عادي. شوف والديها اش قلت لك انا قبيله، حاول تبرهن ليهم ان بنتهم غادي تعيش واحد العيشه اللي مزيانه، وانك غتهلا فيها وغديرها في عينيها وغادي تكونوا مرتاحين مع بعضياتهم، هادشي فقط اللي كيبغيو جميع الوالدين لوليداتهم، سواء دري سواء بنت، واش فهمتي كيفاش؟ حيت راه واخا عندها 23 عام راه الوالدين ديالها راه كتبان لهم راه باقا سنين طويله. ولكن هما كيقول لك ما عمرك تقدر تعيش العيشه اللي عايشينها حنايا. شوف المستوى طالع بزاف شوف بلاتي هي احسن، غير بلاتي هي احسن، نتمنى راه الناس كلشي كيدعيو معاكم دابا، والوالدين ديالها بالعكس راه البنت ديالهم ربما راه عينيهم هادي، وغادي يكونوا حتى هما خاصين على دم جوفهم مقرينها ومخلي ما دايرين. اي واحد كيبغي ولادو يكونوا في واحد الحياه مزيانه ومع واحد الانسان مزيان، وحتى شي واحد ما كره، انت غدا ولا بعد غدا ملي غتكون عندك واحد البنت ما نكونوش انانيين، غادي يجي واحد جوج الرجال، واحد غادي يعيش بنتك واحد الحياه مزيانه وواحد غادي يعيش واحد الحياه عاديه، راه غتختار هذاك اللي مزيانه فهمتي. حنا انانيين، انانيين في الفلوس، انانيين في الحب، انانيين في يحطوك دابا طوموبيل قديمه وطوموبيل جديده، غتبغي الطوموبيل الجديده ديما كنبغيو الحاجه الواعره فهمتي، ولكن برا اليوم انك هذه البنت راك كتبغيها وبش بلاتي هي احسن، الله يسهل الامور فهمتي. اسمح لي خالص صافا، ولكن اي متفق معك، الناس راه كيخافوا على بنتهم وداروا لها بزاف ديال الحوايج، واي واحد كما قلتي كيبغي يشوف وليداته مزيان وعايشين مزيان وبخير، ولكن باش تحاول تادي الناس، باش تحاول تلبق الناس التهم وتدخلهم للحبس وباقي ما داروا حتى شي حاجه، يعني ما اداوك ما داروا حتى شي حاجه، راه كتكون صعيبه شويه. اش نقول لك دابا، شوف هم ديال راه كتفرج في اللايف، حاول تطفي العافيه ماشي تهضر بهذه الطريقه. الله ينعس الشيطان، صافي راه الام ديالها وصلنا لها الميساج، راه كتشوف فيه. انا كنهضر سبونتاني عفوي، كنهضر عادي، داكشي اللي عندي كنهضر به، ماشي كنحاول زعما نزوق، انا ما كنزوقش وبغيت نزوق، كنزوق راه في النهار الاول وتقدم لي بشي زواق وشحال، كنقدم راه في النهار الاول عادي، فقير عادي، انسان كلنا فقراء امام الله، امام الله عز وجل. الكلام ديالي معليش نتملق في الكلام ديالي. نتمنوا خير ان شاء الله، نتمنوا لكم الخير ان شاء الله، والله يسعدكم. وغير بلاتي هي احسن، راه الا مكتبه لك في السماء اقسم بالله الذي لا اله الا هو ما يحيد لك شي واحد فهمتي، الا مكتبه لك هاد البنت راه هو ولو ما عرفت شنو يحبسوا الوالدين ويحبسوا الناس وعائلتك انت، راه حتى هما يرفضوا هذا، غتكون مكتبه لك. دونك شويه ديال الدعاء والله يسهل عليكم ان شاء الله فهمتي، وربما امتحان عند الله عز وجل كيمتحن الحب اللي بيناتكم قداش فهمتي، حيت راه كاين اللي كيكون واحد جوج كيبغيو بعضياتهم كيوقعوا ابسط المشاكل كيولي الانسان كيبان واحد الوجه اخر، كتقول واو هذا الانسان كاع ما كنت متوقع، وربما ربي بغى يمتحن الصبر ديالكم والحب ديالكم فهمتي. بغيت لو سمحتي نطلب واحد الطلب من المتابعين والمستمعين ديالك، يدعيوا لي مع نور الهدى لان مسكينه مريضه عندها مشكل في القلب، وشحال مره كتبدا لا كريز وبغيت ندعيو معاها بزاف صراحه ديال النهار. الله يشافيك نور الهدى، دعوا مع نور الهدى ان شاء الله تولي بخير وعلى خير، دعوا معاها. ايوا ما تنساوش نور الهدى الا درتو العرس عيطي ليا ان شاء الله. صافي انا الاول.
يلا تحياتي لكم، مع السلامة. شكرا. مرحبا. اشبال لكم الاخوان الفتاة، اشبال لكم، خليوا لي شي تعليق. دومي كلير، ما عليك حتى يخرجوا عينيك.